من سمات سموه القيادية نستلهم منهج عملنا وأسلوب حياتنا، قادرين على تحقيق الإنجاز رغم التحديات. نحن كلنا معرضين للأزمات، كلنا معرضين للتحديات، فلابد نعرف كيف نحولها لمرحلة إيجابية، شيء لابد أن نتعلمه ولابد أن نمارسه. جميع يجب أن نتذكر شيء واحد، نحن يجب أن نحقق السعادة لكل مقيم على أرض هذه الدولة. الكتاب هذا يعني الكل. نعم، نحن نسعى لإسعاد الناس، وسيظل إسعاد الناس غاية وهدفاً وبرامج عمل حتى يترسخ واقعاً دائماً مستمراً.